بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل import بملف dwg من AutoCAD. عملنا import قلنا له هني خلينا نقول له all files مثلا، راح يطلع معانا في هذا dwg. لاحظ نعمل له import، راح نلقى كيرفات كيرف، وراح نلقى هني بال نطلع الاوتلاينر مثلا هذا، راح نلقى هني عندنا الجروب نومنا كذي، نقول له مثلا الطريقة هذه. نعمل duplicate. الحين نقدر نبتدي من الداخل هذا الكيرف اللي موازيه فوق. لاحظ نقدر الحين نروح على surfaces، نلقاها هني نروح على loft، ناخذ الاوبشن بوكس، نقدر هني نحدد شنو راح يصير عندنا. كواد، انا افضل كواد احسن من ترانجلر. وكاونت مثلا نعطي 300، اي رقم تشوفه مناسب. نعطي ابلاي، سوى لنا الاكسترود هذا. الحين نفس الشيء الكيرف هذا مع الكيرف بمقابله، نضغط جي اخر عمل اخر امر يسوي لنا اياه، هذا مع هذا. جي جي نلاحظ يعني يسوي لنا الاكسترود بالطريقه هذه. بعدين طبعا راح تجيب انت، الحين جبنا البلان الافقي او العمودي، بعدين نجيب مثلا اللي على اليمين ونقدر نسوي شبابيك طبعا، ما يعني على حسب الديزاين. يعني الطريقة هذه.